السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. كل سنة وكلنا طيبين، وكل سنة وكل أم طيبة يا رب، اللهم أمين. ربنا يخليلنا أمهاتنا كلهم يا رب ويحفظهم، وربنا يرحم كل أم يا رب توفاها الله، اللهم أمين يا رب، ويصبر كل حد أمه متوفية على فراقها، اللهم أمين. النهاردة زي ما انتوا شايفين أنا جاية أفرح معاكم بالهدايا دي. زي ما انتوا كده شايفين قدامكم الهدية دي يا جماعة، المكنسة اللي انتوا شايفينها مكنسة توشيبا دي، الهدية دي يا جماعة من امي، ربنا يخليها لي يا رب. عايزة اقول لكم حاجة، ان ماما ما بتحبش حد يجيب لها هدايا، ليه ما عرفش. ماما كل سنة او كل عيد ام او كل يوم ودايما ربنا يخليها لي يا رب وربنا يحفظها لي، هي اللي بتجيب لي الهدية. تسلمي لي يا رب يا امي، ويخليكي ليا يا رب، ويديكي الف صحة اللهم امين، ويخلي كل امهاتكم جميعا يا رب، اللهم امين. امي حبيبتي جابت لي المكنسة دي، انا عندي واحدة والموتور بتاعها يعني مش عارفة جراله ايه، يعني اتحرق او ضعف مش عارفة ماله، فالحمد وتوشيبا برضو، بس انا امي جابت لي المكنسة دي الحمد لله. انا كنت رايحة اصلح المكنسة عندي، فقال لي هي عايزة مطور او حاجة، فكان تصليحها غالي فكنت ركناها. يعني زي ما انتوا شايفين كمان الخلاط ده اللي جابوه لي اولادي، ربنا يخليهم لي يا رب ويحفظهم. انا عندي خلاط يعني كويس ماشي حاله، بس يعني حاسه اليومين دول ضعف، فالاولاد حبايبي قرروا ان هم يجيبوا لي الخلاط الجميل ده زي ما انتوا شايفين. يلا بقى مع بعض تعالوا نفتحهم ونشوفهم ونشوف شكلهم ايه. انا لسه ما فتحتهمش، هشوفهم معاكم، يلا بينا. تعالوا الاول نشوف مع بعض. ادي المكنسه اللي عندي كانت الاول، حتى لو تشوفوا اهو كنت عايز اعمل لها صيانه، ادي الكارت بتاع الصيانه. آه والله بجد المكنسه دي جميله قوي ومعمره معايا، بس انا خدت فتره كده وتعبت، ظاهر ان الاولاد استخدموها استخدام مش حلو. يلا نشوف بقى اللي فتحتها دي، 1600 واط، حلو قوي. يلا نشوف دي وبقى نفتحها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، جميل يا امي يا رب. شايفين على فكرة دي 1800 واط، يعني القوة بتاعتها أسرع. شايفين معايا؟ يلا بقى نشوف شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي شكل المكنسة، جميل قوي، جميلة بجد، تحفة، شكلها بجد احلى من اللي كانت عندي، حلوة قوي فعلا. ربنا يخليك لي يا امي يا رب، ويخلي كل ام يا رب، اللهم امين، ويفرح كل حد كده بحبايبه وبهدايا حبايبه يا رب. شايفين شكلها 1800، على فكرة ال 1600 كانت جميلة قوي، اكيد دي طبعا هتبقى ايه احلى ان شاء الله. دي كده شكل المكنسه بتاعتي، ثواني بقى تكون كده اطمن عليها من جوه. صح، زي اللي كانت الاول، بس على فكره ده يا لهوي الكيس ده اكبر. شايفين الكيس كبير ازاي؟ الكيس التاني كان كده بالظبط، كان صغير كده، على فكره كده احلى واحسن. يلا بقى نشوف الخلاط مع بعض. وده شكل الخلاط بتاعي، يلا نشوف بقى من جوه شكله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين المكنسة بتاعته حلوة ازاي؟ هي دي ازاي؟ اه بتفتح كده، لا التاني ما كانش بالطريقة دي، كان بتحط الحاجة كده، ويعني دي اللي بتبقى ماسكة في دي، وكان الغطا بس اللي بيتقفل. كل مالهم ما يخترعوا طبعا.
ادي بقى زي ما انتوا شايفين ادي الشبشب بتاعه كبير على فكرة، حلو والله. انا كان عندي خلاط حلو والله، يعني مية مية شغال يعني. هو صح اليومين دول كسلان وكده، بس هو كان شغال يعني. بس برضو يسلمولي يا ولاد حبايبي. كمان فيه اهو زي ما انتوا شايفين في مطحنة، يعني اتنين مطحنة، اتنين مش واحدة. وده شكل الخلاط، الله شكله جميل فعلا، حلو قوي. ده كام واط بقى؟ ده كام واط؟ فين فوق؟ 600 واط. اللي كان عندي انا كان 400. ده شكل الخلاط معايا، حلو قوي جميل صراحة، تحفة. شايفين شكله كويس؟ ادي كمان الضمان بتاعه. الضمان لما تحصل اي حاجة في اي حاجة طبعا بتروحوا تصلحوا بالفلوس طبعا اكيد، علشان مفيش حاجة بيحصل لها، يعني مفيش اي جهاز عندي بيحصل له اي حاجة داخل الضمان، اي حاجة بتحصل بعد الضمان. ودي كانت الهدايا بتاعتي. يا رب يا رب يا رب يدوم علي نعم اولادي وامي في حياتي يا رب، ويخليهم لي ويبارك لي فيهم يا رب، وربنا يفرح قلبكم كلكم بحبايبكم يا رب. يلا اشوفكم على خير، اشوفكم على خير حبايبي، وتسلموا لي يا رب في فيديو جديد. ما تنسوش بقى حبايبي اشتركوا لي في القناة وفعلوا لي الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لي شير للفيديو لو سمحتوا تكرمتوا، ولايك لايك لايك، وكل سنة وانتم طيبين.